السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ ايه قلت اقوم نشط كده واعمل ايه روتين في الصلاة. لسه قايمين على الفطار ولسه حاجة الفطار لسه ما شلتهاش. وشكرا على كل التعليقات الجميلة، برد على كل التعليقات بتاعتكم الحلوة، انتوا عارفين انا برد على التعليقات. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا يا حبايبي نبدأ مع بعض. نشيل بقى صينية الفطار دي ندخلها المطبخ. سلي خلو ألم العيش ده. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ هنضرب بقى الركنة لايكات بقى كتير كده واشتراكات في القناة كده، وعايزين القناة تكبر بيكوا كده حبايب قلبي. نفضنا الركن كده حلو، انت عارفين انا بشيل من ورا الركن على طول وبنضف من ورا الركن فهو ورا انضف. فقلت بقى ايه هنفض كده مع الوش. واللي بقى رايكم اللي هو الكنبة ديت جبت كمان كنبة، جبت هم على همي بقى. انا كنت بقدر اشيل الركنة التانية لما اجيب العلة دي طلعتها. انتوا عارفين الكنبة دي كانت في اوضة العيال وانا طلعتها بره، قلت بقى ايه اوسع اوضة العيال شوية، يعني عملت نظام جديد. انتوا عارفين انا بحب التغيير قوي. اللي بقى رايكم لو بقى نص اهوت ونفضنا الكنب وخليناها زي الفل، هنجيب المقشة ونكنس. شايفين المكان ما العيال جايبين كانوا جايبين فينو ومفرفتينه ومبهدلين الصالة. نكنس بقى الصالة. لايك بقى واشترك في القناة وتفعيل الجرس كده عشان يوصلوا كل جديد. كبرنا القناة، محدش ينسى اللايكات ده. متنساوش تحطوا اللايك للمصوصي والاشتراك في القناة أهم حاجة. استنوا لنا كل جديد. خدي الجرفة دي اللي روح.
هجيب بقى الميه ونمسحها مسحه على السريع كده يا حبايبي. فين السيراميك لما بيتمسح؟ لان بحط كلور في الميه فبيلمع وبقى جميل ازاي؟ ولو اي بقعه في السيراميك بشيلها. شايفين يا حبايبي؟ اي شغل في الصاله بيخلي الصاله جميل. اه ما كملتش يجي 10 دقايق ولا 5 دقايق في الصاله خليت زي الفل. انا بعد ما كانت متكركبه والعيش والاكل على الارض وكان شكلها ايه؟ ما يسرش. خليتها زي الفل يا حبايبي. بصوا يا جماعه انا اقول لكم حاجه، ام سوزي كل يوم بتنضف. كده يا حبايب قلبي اكون خلصت زي ما انت شايفين كده. خلينا الصاله زي الفل يا حبايبي اهو، خليناها فل، روقتها ونضفتها وخليتها زي الفل. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.